أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة المناخ بباريس. وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ختام زيارته لفرنسا والتي استغرقت 3 أيام. شارك خلالها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ. مجلس الوزراء يستعرض تقريرا شاملا حول نتائج الانتخابات البرلمانية. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه 10 اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرا شاملا حول نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. أشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة بلغت 29%، بما يزيد عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى التي بلغت 26%. الصحة مصابان و19 حالة مرضية خلال العملية الانتخابية. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن غرفة إدارة الأزمات بالوزارة رصدت منذ الساعة 9 صباحا وحتى الآن إصابة 219 حالة مرضية دون وقوع أي وفيات. رياضيا، المكتب التنفيذي للأهلي ينعقد الأربعاء. عقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي اجتماعا في 6 مساء غدا الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة وعدد من الأمور الإدارية. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأربعاء أن يسود طقس مستقر شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا بارد ليلا، ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد ومتكاثرة على السواحل الشمالية وعلى سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.